أجرهم بغير حساب. يوم القيامة صاحب الصلاة يجي يأخذ حسنات على قد صلاته، كم صليت خذ. صاحب الصيام يأخذ حسنات على قد صيامه، الله يضاعف طبعا لمن يشاء. لكن صاحب الصبر يصب عليه الأجر صبا، مثل ما تصب الموية على الأرض يصب عليك الأجر صبا على أجر صبرك. اصبروا. تقول لي واحدة اتصلت بي قبل أيام تقول يا شيخ والدي جته جلطة ويعاني من آلام ومرض وأنا في هم وأبكي. قلت عافاه الله وشفاه ومرضانا ومرضى المسلمين، لكن من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه؟ قالت فاطمة أكرم. قلت فاطمة رأت أبوها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، ورأت يوضع على ظهره سل الجزور، ورأت يسكب على وجهه التراب، وتقول رأيت في سكك مكة يجذب عليه الصلاة والسلام بثوبه، هذا يجذبه يمنه وهذا يجذبه يسره وهذا يرفعه وهذا يقعده. طردوها للطائف، كسرت رباعيته، أدمي وجهه عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ترى هذا المنظر، من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة؟ من أكرم، أنا أو أنت أو أبوك أو أخوك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يجوع النبي ونشبع، ولا يمكن تضحك والنبي صلى الله عليه وسلم بكى ويحزن. وإنا لنعلم أنه ليضيق صدرك مما يقولون. ضاق صدره ودمعت عينه، وجاء عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن الخطاب خرجت من بيتي كنت لا أظن أحدا جاء إلا أنا رابط الحجر على بطني من شدة الجوع، قلت لا يوجد في المدينة أشد مني جوعا. فلما خرجت فإذا بأبي بكر يدور في سكك المدينة وقد ربط على بطني حجر أكبر من الحجر الذي على بطني. قلت أنا وأبو بكر فقط جوعانين؟ يقول فمشينا قليلا فإذا بإمام الأمة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج في سكك المدينة وربط بحجر أكبر من حجر أبو بكر وعمر من شدة الجوع. لا يمكن يشبع الناس والرسول جاع، ولا يمكن تفرح والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى. اصبروا على المصائب، تحملوا أقدار الله، قل اللهم لك الحمد، لك الحمد في السراء، لك الحمد في الضراء. المؤمن إذا أصابه خير شكر، وإن أصابه بلاء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. الدنيا كلها مصائب، الدنيا على هذا خلقت. بعض الناس يتوقع أن الدنيا ليست دار استقرار ولا هناء. الدنيا دار ممر. ما سميت الدنيا إلا لأنها دنيئة، ما سميت الدنيا إلا لدنوها، ولذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلم. فأنا أقول لأهل المصائب، أنا أعرف أن البيوت تعبانة إلا من رحم الله، ونعرف أن فيه ناس اليوم، أنا متأكد أن فيه ناس يمكن 100 ريال ما هي في جيبه، ونعرف أن بعض الناس يمكن يا الله يجد كسرة الخبز، ونعرف أن بعض الناس الغلاء آذاه، ونعرف أن بعض الناس أطفاله وأولاده ربما آذوه، وهذا كله ندركه. ونسأل الله أن ينزل على المسلمين السعة والرزق والرحمة والهناء والسرور والفرح، ويعطيهم مما يتمنون. لكن الحل الشرعي ما هو؟ الحل الشرعي الصبر والاحتساب وبذل الأسباب وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى.